الحفل الكريم، إن هذه اللحظات التي نعيشها لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت من دماء الشهداء وحواسل قلوبهم حين تركوا أهليهم وخرجوا دافعون عن طهر الأرض وشرف العرض. الحاضرون جميعا، من الواجب علينا أن نقول للشهداء: أنتم الأحياء ونحن الأموات، لقد اختاركم الله من بين الكثيرين ممن تمنوا الشهادة ولكنكم أنتم نلتم هذه الكرامة، فاختاركم الله، صدقتم الله فصدقكم الله. وإننا هنا نكرر ونودي اليمين ونقول، نودي اليمين ونقول ونقسم بالله العظيم أن نكون مخلصين لله ثم لوطننا، وأن لا ننسى شهداءنا، وأن لا ننسى كل قطرة دم نزلت وأسقت أرضنا. أيها الشهداء، قضيتكم التي استشهدتم من أجلها لن تموت، فكل قطرة دم سقطت فسقت أرض الوطن فارتفع شامخا، وكل روح شهيد بذلت كسرت قيود الطواغيت، وكل يتيم غسل بدموعه جسد أبيه الموسم بالدماء الزكية، وكل يتيم غسل بدموعه جسد أبيه الموسم بالدماء. أمانة في أعناق الأحرار، نعاهد الله ونعاهدكم أننا سنذكركم وسنحتفل بكم كاحتفالنا بيوم ولادتكم. خير المطالع تسليم على الشهداء، أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا. فلننحني إجلالا وتكريما لكل حر عن الأوطان ما تفدا. إلى أقارب الشهداء، لكم الفخر والعزة والكرامة بأن قدمتم أغلى ما تملكون لله ثم للوطن، قدمتم من أجل حرية الجميع ومن أجل كرامة الجميع. أيها الحفل الكريم، لقد تكاتف أبناء المصراخ كتفا إلى كتف وساعد إلى ساعد، شارك الصغار والكبار والرجال والنساء، وشارك جميع أبناء المديرية برسم النصر وتلوينه، وبدعم ووقوف يشكر عليه القائد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 واللواء 17 ومقاومة تعز، كلهم وقفوا معنا وساندونا، فلله درهم ولله وجزاهم الله خيرا. أيها الكرام، إن سلف الحوثي وخبثه جعلنا نرص الصفوف وننسى خلافاتنا، وهي دعوة لأن نتلاشى أي خلافات قد تحصل. أيها الأحرار، نقف اليوم بإجلال أمام تضحيات السواعد السمراء التي وقفت منذ اللحظة الأولى لاحتلال الميليشيا لمديريتنا الحبيبة، وما زالت تضحيات شبابنا مستمرة في أطراف عزلة الأقروض، إحدى أهم عزل المديرية وجميع جبهات محافظة تعز. إن هذه التضحيات لن تتوقف حتى يتم دحر العدو، ونحن على موعد لتحرير تعز كاملا ولتحرير اليمن كاملا. قبل الأخيرة، أيها الأحباب الكرام، نذكركم بأن مديرية المصراخ ربما تكون من المديريات المنسية والمغيبة، فهي دعوة إلى قيادة السلطة المحلية في المحافظة وإلى قيادة الشرعية بأن تلفت لفتة اهتمام لهذه المديرية التي قدمت ومستعدة أن تقدم الكثير في سبيل الحصول على الحرية والكرامة لأبناء اليمن جميعا. أخيراً أيها الأحباب الكرام، أتقدم بالشكر والتقدير للجمعيات والمؤسسات الخيرية التي وقفت معنا منذ دخول الحوثي إلى مديريتنا وحتى الآن، وهي دعوة لباقي المؤسسات والجمعيات التي غابت عن المديرية.
أخيراً إن من الوفاء لدماء شهداءنا يتمثل بالسير على دربهم وتحقيق أحلامهم والسير على طريقهم والوقوف مع أبناء الشهداء ومع أهالي الشهداء وكفالتهم وتعويضهم الحرمان الذي فقدوه. شكراً لكل من حضر، شكراً لكل من ساهم ودعم في إحياء هذه الذكرى. أقول لكل الشهداء الذين نقف أمامهم اليوم: لولا دماؤك زرع العز ما كان، أكرم به من دم متنا فأحيانا. يا من غزلت خيوط النور ألوية وللطغاة نسجت الليل أكفانا، حبذا يا شهيد حبك أرضا في هواها طعم المنية شهد، نعم حامي الحمى دماك وأكرم بدماء تراق إن صين مجد. كلما حاصر الكرامة قحط حن للجود في عروقك رعد. لا أطيل عليكم وإلى القصيدة بعنوان صبر. لاح الصباح صباح الخير يا صبر، لاح الصباح صباح الخير يا صبر، إليك أهدي كليماتي وأعتذر. ماذا عسى الشعر يبدي من بلاغته وأنت مبتدأ الأشعار والخبر، دون السفوح بحور الشعر جاثية فيها تجدف أقلامي فتنكسر، دون السفوح بحور الشعر جاثية فيها تجدف أقلامي فتنكسر، ويستثير خيالي كل قافية تمد أمواج إحساسي فتنحسر. يا ناسج النور أعشاشا لأغنية واسناء يغفو على أهدابها القمر، ترنيمة في فم الإصباح نغمها تسبيحة أوبتها الطير والشجر، نواعس الورد تشدوها ويثملها قطر الندى فيه ذاب السحر والسحر. يا ما ترشف من أندائها قلمي، يا ما تعطر من أشذائها السمر، إليك ناشئة الأشواق أعزفها إذا تناجى الهوى والليل والوتر. قطف النجيمات من خديك أمنيتي، لولا الشموخ الأبي الشاهق الخطر. مجرة في سماء المجد أرصدها وأسأل الضوء هل يدنو بها سفر، إليك كل صباح أمتطي نظري، أطوي المسافات في روحي وأختصر، وكم سماء وأرض قد طوى بصري إلا سماؤك عنها يحسر البصر. أسطورة الصبر، أسطورة الصبر كم أسطورة لك في ذاك الرقيم روتها الآي والسور، للتضحيات روايات مخلدة وللجراح حكايا حاكها السهر، نادت تعز فصمت العز يا أبتي وكنت موئل من آوى ومن نصر، سلمت ولادت الأحرار آسرتي يا حبذا ثغرك المعسول والحور. من ذاك في شاهق الآفاق يرقبنا؟ ذاك العروس شذا باروده العطر، معمم بسحاب الخير متشح شال الضباب ببرد الغيم يأتزر. وذاك حدنان حادي كل صاعقة إذا تلبد في أجوائه الخطر، تلك الموادم مادت بالطغاة إذا هبت أعاصير لا تبقي ولا تذر. داراهشٌ طاهشٌ أشباله سبأ، ذاك العنين عرين ليثه ذخر، وعدت أسألها عن فدية صدقوا أووا إلى الكهف بعد النوم كم سهروا، قالت تململ جرح الكبرياء بهم ناموا سنين على رمضائه اصطبروا، وذات ليل تهادت في تقلبهم
روح الإباء وجافى نومه الضجر عطر العروس إلى شم الأنوف سرى فاستيقظوا وعلى أرواحهم عبروا. سل المعارك في المصراخ طاحنة وليس من صرفوا فيها كمن زأروا لا يستوي في الوغى الجمعان قائدهم كسرى وقائدنا الصديق أو عمر. من مسفر أسفرت ذي قار ثانية في طي أسفارها الآيات والعبر. سلف رباه ابن سيف سل من سبأ نواه يزن للفرس فانكسروا تناثروا في ثراها لا يشيعهم إلا الكلاب وفي أجوافها قبروا. خط المقضى وكحلان الأبي قضى ألا يطال المطالي خائن قدر. خط المقضى وكحلان الأبي قضى ألا يطال المطالي خائن قدر. ما حارب الشقب إلا كل من غلبت عليه شقوته أو أمه سقر. يا من أتيت حمانا غازيا أوما جاءتك عن بأسنا الأنباء والنذر. هذا الذي ترهب الأعداء صولته يا باغيا حربه ذق إنه صبر. بفضل أبناء مديرية المصراخ رجالا وشباب نساء وأطفال وبفضل الناس الوطنيين من كل الاتجاهات ومن كل المناطق المجاورة تحررت المصراخ بعد أن قدمت أعز رجالها أرجل رجالها أكثر من 260 شهيد ما بين شهداء الجيش الوطني والمقاومة وضحايا حرب. في هذا اليوم الطيب ونحن نحتفل بهذه الذكرى نتذكر إن هناك لا زالت أجزاء من بلادنا أجزاء من تعز ترزح تحت سلطة الميليشيات الإنقلابية التي تقتل وتدمر كل شيء جميل في بلادنا. لكن نعاهد الله ونعاهد الشهداء إننا ماضون على تحرير كل شبر في أرضنا في تعز أو في كافة أراضي اليمن. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله. في اليومين الماضيين سمعنا كلمة للمخلوع يحرض فيها على أبناء تعز، تحدث فيها عن أسلحة للقتل أبناء تعز، عن قناصات احرقوهم اقتلوهم. إنه حديث وخطاب المجنون التي يعيش لحظته الأخيرة أو أيامه الأخيرة. لكن إحنا لا ترهبنا خطابته ولا كلامه، نحن ماضون على التحرير. في الأخير نترحم على الشهداء وندعو الله بالشفاء للجرحى، ونقول لإخواننا في الجيش الوطني والمقاومة المنضوين في إطار الجيش إن عملية صرف المرتبات تمت وهناك بعض الأخطاء الغير المقصودة وإن نحن ماضون في تصحيحها، التي سقطت أسماءهم من أبناء الجيش الوطني أو من المرقمين. أخيرا نحن في طريق للمعالجة أيضا صرف مرتب الشهداء والجرحى. بدأت اليوم اللجنة في اللواء 35 في مقر اللواء تصرف للشهداء والجرحى. فالفضل لله سبحانه وتعالى ومن ثم للشهداء والجرحى هؤلاء الذين رووا التربة بدمائهم وهم كثيرون، وعلى رأسهم الشهيد عبد الله السبئي عليه رحمة الله، وعلى جميع الشهداء إلى الرحمة. إن مديرية المصراخ كانت في مقدمة الصفوف، ليس بعد، كانت معنا في صفر الموادم، وكان لها الدور الأكبر هي ومديرية مشرعة وعدنان في استعادة معسكر العروس في جبل صفر الموادم. كان أبناء المصراخ معنا هناك ثم انتقلوا وكانوا موجودين على عدة جبهات،
ثم إذا استدعى الواجب انتقلوا جميعا إلى مديرية المسراح. نحن نعلم أن ميليشيات العدو كانت مصرة إصرارا عنيدا على الاستمرار في مديرية المسراح، وحشدت جميع قواتها وعملت على أن تسيطر على الخط الواصل ما بين التعوة ثم إلى داخل تعز. لكن الأبطال والرجال والتلاحم الذي وجدناه في مديرية المسراح وسطره أيضا أبناء مشرعة وحدلان، وكما سمعتم كلمة البخلوع التي أكد فيها حقده وأعلن صراحة أنه يريد قتل أبناء هذه المدينة، لم يستثني أحدا، لم يكن يقصد الإصلاح أو المؤتمر، إنما كان يقصد الجميع، جميع أبناء تعز بدون استثناء. هذه التصريحات تستدعي منا جميعا أن نعزز وحدتنا وصفنا وأن نكلل جهودنا من أجل الهدف السامي والهدف الرئيسي، وهو تحرير مدينة تعز كاملة. Yeah!
يا صابر التضحيات، تحية يا صابر البطولات، تحية للشهداء في عليائهم، تحية للجرحى في صبرهم وثباتهم، تحية للمرابطين في ثغورهم، تحية للشباب، للشيوخ، تحية للحرائم. صرنا أقوى من الفولاذ عزما ومضاء، وأرق من القوارير حبا وحنانا. تحية لفوح المشاقر وقمم الجبال، تحية لنسيم الحرية يهب من هاتيك التلال. قالوا صبر، قلت افتخر باسمك، شنقش على متن الصخور رسمك، واشمخ صبر فوق السحيب نجمك، واحمي تعز واصبر شعينك الله، واحمي تعز واصبر شعينك الله. إذا سمعت أناشيد الملاحم فاعلم أن لحونها من صبر، وإذا سمعت عن أحاديث الندى والشهامة والمروءة فلا شك أن شخوصها كانوا من صبر، وإذا سمعت عن تحرير الضباب وفك معظم الحصار عن تعز فاسأل عنها دماء الشهداء والجرحى وتضحيات الشباب. تحية لكم، تحية لكم، وأنتم تنقشون بالصبر والثبات هذا النصر وهذا التحرير وفاء وعرفانا. أقف اليوم وقفة إجلال لكل أم وأب، لكل أم وأب شهيد، لكل زوجة شهيد أو جريح، لكل أخت شهيد أو جريح، لكل ابنتي وابن شهيد أو جريح. أثبتت المرأة أنها لا تقل عطاء ولا تضحية ولا فداء عن أخيها الرجل، بل إنها ربما شاركته أيضا في المعارك، شاركته أيضا بصنع الكعك والخبز، شاركته بإيصال الطعام إليه في المدارس، شاركته بكل ما تملك، شاركت زوجها الشهيد بتربية أبنائه ورعايتهم، شاركت زوجها الجريح وفاء له برعايته، شاركت إخوانها المرابطين بكل ما تملك وفاء وعرفانا. باسم مؤسسة شهيدة التنموية نهنئ أبناء المصراخ بهذه المناسبة، ونقول لكم نحن في مؤسسة شهيد معكم منذ البداية خطوة بخطوة. شاركنا مع هذه المديرية وغيرها من مديريات جبل صبر، شاركنا في مديرية المصراخ والأقروض بعدد من المشاريع، وصلت أعداد الأيتام أبناء الشهداء الذين كفلناهم 40 يتيما حتى اليوم، وما زلنا نتابع مع غيرنا من المؤسسات والجمعيات بإذن الله كفالة الجميع، والله قادر على ذلك. شاركنا في إيصال السلل الغذائية والمواد الغذائية في كسوة العيد وكسوة الشتاء، في إيصال بعض المواد الطبية إلى المستوصف، وما زلنا نشارك، وما زلنا نشد على أيدي الداعمين، وما زلنا نشد على أيدي الشرعية ألا تهمل هذه المديرية التي لا ينقصها رجال ولا تنقصها تضحيات، ولكن ما ينقصها هو التفاتة كريمة من حكومتنا الشرعية تليق بحجم التضحيات التي قدمتها هذه المديرية الصامدة البطلة. وأخيراً تحية إجلال لكم في يوم فرحتكم، وبإذن الله تكتمل فرحتنا كما قيل حتى نصفق ونرفع رايات النصر في الحوبان بإذن الله. قولوا لمن يعشق صبر يزوره، ينظر شموخ العز في قصوره، مثل الدقل لا ينقطع أثيره، والكل يبصر قامة المثيرة للشاعر عارف المليكي. وأن النفوس لا ترخص في سبيل العزة والكرامة، وأن النفوس لا ترخص في سبيل العزة والكرامة. كم أنا فخور بك لأنك قد استشهدت ورحلت دون أن تخضع وأن تركع. نرفوع القامة مصال الهامة، أبتي رحلت آه.
نشوان عامر عبد السلام عبد العزيز عبد الغني محمد عقلان. مهيوم عبد الله مهيوم. عفيف محمود الشامي. محمد عبد الله عبد الحزام. عمر محمود عبد الله غالب عباس. خليل دومان حسن علي. محمد عبد الله البودعي البخري. محبوب علي احمد ناقي. فؤاد عبد القيد الشموطي. محمد سيف فارع. عاصم عبد القوي علي مثنى. إنه ليوم خالد ونحن نحتفل بالذكرى الأولى لتحرير مديرية المصراخ وتطهيرها من الحركة الانقلابية والحوثية التي أرادت إطباق الحصار الكامل على محافظة تعز وقطع الشريان الوحيد خط الضباب عدن التربة. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال المخلصين من أبناء هذه المديرية ومن أبناء اللواء 35 مدرع، ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر الكثير لسرية الكلائبة التي كان لها الدور البارز في تحرير هذه المديرية، وإن شاء الله ماضون لتحرير محافظة تعز كاملة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن انتصار مديرية المصراخ يعد دفعة معنوية لأبناء محافظة تعز للقيام بمثل هذه المهمة، وانتصار مديرية المصراخ هو لم يكن انتصار لمديرية المصراخ فحسب، بل هو فرحة عارمة لكل أبناء محافظة تعز، إذ أبناء مديرية المصراخ لهم الدور الكبير في التواجد في كل جبهات القتال. وبهذه المناسبة إذ نغتنمها فرصة كبيرة للدعوة كل أبناء محافظة تعز للتلاحم والاجتماع جنبا إلى جنب لتحرير بقية أجزاء محافظة تعز.